ندخل الليلة في الدرس الثاني وهو التوسل وشبهات أو بعض الشبهات التي حوله، وهذا من أعظم الأبواب التي يتشبث بها الصوفية ويطلقون حولها شبهات، ومن أكثر الأبواب في الدين وفي العقيدة التي للصوفية حولها شبهات، حول هذا الباب شبهات. التوسل لغة معناه التقرب إلى المطلوب، ده كلام الشيخ الألباني، قال معناه التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه برغبة. التقرب إلى المطلوب والتوصل إليه بشنا يا جماعة؟ برغبة. وقال ابن الأثير في النهاية الواسل الراغب، الواسل هو أصلا شنو؟ الراغب. والوسيلة القربة، الواسل هو الراغب والوسيلة هي شنو يا جماعة؟ القربة. والواسطة وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به، والوسيلة هي الواسطة أيضا وما يتوصل به إلى الشيء ويتقرب به. وتجمع على الوسيلة، تجمع على شنو؟ وسائل إلى غير ذلك. ومعنى الوسيلة في القرآن وردت هذه الكلمة، كلمة الوسيلة في آيتين، في آيتين. الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، وهي من سورة المائدة الآية 35. وقوله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا، ده في سورة الإسراء الآية رقم 57. طيب الآية الأولى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال إمام المفسرين وهو الحافظ ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، قال يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله فيما أخبرهم، ده تلقى في تفسير الطبري في تفسير الآية دي، يا أيها الذين صدقوا الله ورسوله فيما أخبرهم ووعدهم من الثواب وأوعد من العقاب، اتقوا الله يقول أجيبوا الله فيما أمركم ونهاكم بالطاعة في ذلك، أما وابتغوا إليه الوسيلة، وده المحل بتاع شنو يا جماعة؟ النزاع. وابتغوا إليه الوسيلة يقول ابن جرير واطلبوا القربة إليه بالعمل بما يرضيه. ده يفكر لك شبهة كبيرة جدا يا جماعة، لأنه هم بيستدلوا بالآية دي، وأنا سمعت الإزيرك بعيندي وبأضاني شفت في التلفزيون بيستدل بالآية دي على جواز الشرك بالله، لأنه هم أصلا مسألة التوسل أصلا بيجيب لك عشان يزوغ يمرق بغادي يكفر لك بالله ويدعو لك غير الله، يسأل غير الله، لما تنكر عليه بقول لك ده اسمه شنو؟ توسل. الدليل شنو؟ يقول لك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة، بقول لك كده الوسيلة في الآية دي ابن جرير قال أطلب القربة إليه بالعمل بما يرضيه، يعني الوسيلة هي القربة، وكيف قربة بشنو؟ تتقرب لله بشنو؟ بل عمل يا تعمل الذي يرضي الله، قال بما يرضيه. طيب أما كلام ابن كثير في تفسير هذه الآية عن ابن عباس رضي الله عنهما أن معنى الوسيلة فيها القربة، ونقل مثل ذلك عن مجاهد وأبي وائل والحسن وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد، ونقل عن قتادة قوله فيها أي، يعني ابتغوا إليه الوسيلة، أي قتادة قال أي تقربوا إليه بطاعتي والعمل بما يرضيه. نفس كلامه قبيل، نفس معنى كلام ابن جرير الطبري. ثم قال ابن كثير بعد ما جاب كلام ابن عباس ومجاهد وابي وائل والحسن وعبد الله بن كثير والسدي وابن زيد وغير واحد من السلف وقتاده، قال شنو؟ قال وهذا الذي قاله هؤلاء الائمه لا خلاف بين المفسرين فيه، ده اجماع يا جماعه ما فيه خلاف، ان الوسيله في الايه هي التقرب الى الله بالعمل الصالح، ده الخلاصه بتاعت المعنى. ابن كثير قال الكلام ده معنى الوسيلة هي التقرب إلى الله بما يرضيه وبالعمل الصالح إلى آخره، قال ده لا خلاف بين المفسرين فيه،
تاني ما في زول يقدر يقول لك الوسيلة يعني تسأل غير الله، والوسيلة يعني تتوسل بجاه فلان عند الله ويذكر لك الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة. بعدين شوف ذاته، اتقوا الله وابتغوا، ابتغوا يعني أطلبوا، أطلبوا إليه إلى الله سبحانه وتعالى الوسيلة. ما ممكن تكون هي تطلب إلى الله يعني توديك لربنا إلى مرضات الله وتكون شرك بالله، أو تكون أمر لم يشرعه الله سبحانه وتعالى، مثل قول الصوفية أسألك بجاه فلان وأتوسل إليك بجاه فلان، ده ما شرع الله، يكون بما يرضي، بما يرضي الله، كيف لا يمكن ذلك. طيب، أما الآية الثانية، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، فبين عبد الله بن مسعود مناسبة نزول هذه الآية التي من سورة الإسراء، قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفرا من الجن. شوف الآية ذات، أولئك تتكلم عن صنف معين أو قوم معين، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. حتى سياق الآية ما بيحتمل أصلاً ما ذهب إليه الصوفية أبداً أبداً أبداً. وشوف التفسير وسبب نزوله، ابن مسعود قال نزلت في نفر من العرب كانوا يعبدون نفراً من الجن، فأسلم الجنيون والإنس الذين كانوا يعبدونهم لا يشعرون. في ناس من البشر بيعبدوا ناس من الجن، الجن المعبودين ديل كانوا كفار قاموا أسلموا، البشر اللي هم مشركين بيعبدوا الجن ديل ما عارفين إنه معبودينهم من الجن ديل أسلموا. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله أي استمر الإنس الذين كانوا يعبدون الجن على عبادة الجن، والجن لا يرضون بذلك. ليه؟ لكونهم شنو يا جماعة؟ أسلموا، وهم الذين صاروا هم منو ديل يبتغون إلى ربهم الوسيلة، منو ديل؟ الجن، وهم الذين صاروا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، وهذا هو المعتمد في تفسير الآية. ابن حجر قال كده. طيب، وده كله نقله الألباني. طيب، فربنا سبحانه وتعالى قال للبشر العبدوا الجن ديل، قال لهم الناس، قال لهم الجماعة ديل أسلموا، وكمان بيجوا يطلبوا الأمور اللي بتقربهم لله من العبادات والأعمال الصالحة والطاعات. أخذنا من وين؟ ربنا قال لهم أولئك الذين يدعون، اللي بتدعون من دون الله يا بشر، اللي انتم بتدعون من دون الله ديل هم ذاتهم يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني إلى ربهم الوسيلة يعني شنو يا جماعة؟ القربة، زي ما فسرنا قبل في معنى الوسيلة اللغوي القربة. ليه ربنا قال أيهم أقرب؟ ده يدل على إنه الوسيلة معناتها شنو يا جماعة؟ معناتها القربة، معناته كانوا يتنافسوا في ابتغاء الوسيلة، أي يتنافسوا في ابتغاء التقرب إلى الله بالأعمال الصالحة. عشان كده ربنا قال أيهم أقرب، وقال ويرجون رحمته، ده ما بيكون إلا بالطاعة يا جماعة والعمل بما يرضي الله، ويخافون عذابه. خلاص، فهذا هو المعنى لهاتين الآيتين. طيب، أنواع التوسل ثلاثة يمكن كلنا عارفينها، لكن سريعا والشبهات حتجينا بعد شوية، نحن هنناقش الليلة بعد ما نذكر أنواع التوسل الثلاثة من الشبهات يعني القوية حسب ظنهم، والحولها كلام كثير، شبهة واحد هنناقشها بس بعدك نواصل من الدرس القادم. طيب، أنواع التوسل ثلاثة كما ورد في الكتاب والسنة، التوسل إلى الله بشنو يا جماعة؟ بأسمائي وصفاتي، الدليل ولله الأسماء الحسنى فادعوا بها، والدليل أيضا ما رواه أبو داود بإسناد صح والألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع رجلا يقول في تشهده اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك المنان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه تدرون بما دعا؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال والذي نفسي بيده لقد دعا الله باسمه العظيم أو الأعظم في رواية الذي إذا دعي به أجاب
وإذا سئل به أعطى. فده كل توسل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى. ولا شك أن أي اسم من أسماء الله يتضمن شنو يا جماعة؟ صفة من صفاته كما قال العلماء. ثانيا النوع الثاني التوسل إلى الله بشنو يا جماعة؟ بعمل صالح قام به الداعي. لا يكفي نقول بالعمل الصالح مطلقا، لأن الصوفية ذاتهم بيقول لك اللهم إني أسألك بعمل فلان أو بجاه فلان. عشان كده الألباني قال التوسل إلى الله تعالى بعمل صالح قام به شنو يا جماعة؟ الداعي. شوف شوف ربطها كيف، عشان يكفي لهم الشبهة بتاعتهم. يعني لابد يكون عملك أنت، ما تسأل الله بعمل فلان. لا تزر وازرة وزر أخرى، وربنا قال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. طيب كقوله تعالى الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ربنا إنا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا إلى آخر. طيب وكذلك حديث أصحاب الغار الثلاثة، وهو معروف من رواية عبد الله بن عمر إن انطلق ثلاثة طرات ممن كان قبلكم حتى أووا المبيت إلى غار فدخلوه فانحدرت صخرة من الجبل فسدت عليهم الغار، فقالوا إنه لا ينجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله بصالح أعمالكم. وفي رواية لمسلم فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرج عنكم. شوف كأنهم كانوا فاهمين يا جماعة أن التوسل الله بالشنو يا جماعة؟ العمل الصالح. شوف رواية مسلم دي وضحت، فقال بعضهم لبعض انظروا أعمالا عملتموها صالحة لله فادعوا الله بها لعل الله يفرجها عنكم. فدعا الأول ودعا الثاني ودعا الثالث ففرج الله عنهم وانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. رواه البخاري برقم 2000، أكتب الحديث الرقم عشان ترجع له لزيادة الفائدة، 2215 ده في البخاري، 2215 ده ما رقم الصفحة، ده رقم الحديث. أما رقم الحديث في مسلم 2743، 2743. طيب الإمام مسلم بوب للحديث ده باب، حديث أصحاب الغار ده ذاته، سماه باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال. إذا الإمام مسلم فيه من الحديث ده شنو يا جماعة؟ توسل إلى الله بصالح الأعمال. وبوب له الباب ده عديد، باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال. إذن النوع الثاني من أنواع التوسل هو التوسل إلى الله سبحانه وتعالى بعمل صالح قام به الداعي. وذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى أن من أعظم أنواع التوسل إلى الله سبحانه وتعالى هو التوسل إلى الله بعملك الصالح. ده من أعظم أنواع التوسل. طيب شبهة لو قال لك أهل الطرق وعباد القبور إن هذه الأعمال جرت قبل بعثة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم فلا تنطبق علينا، بناء على ما هو الراجح في علم الأصول أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا، ودرجح الألباني أن شرع من قبلنا ليس شرعا لنا. طيب فلو زول جاب لك الشبهة دي منهم وقال لك طيب الحديث ده قلت توسل إلى الله بعملك الصالح والثلاثة ديل أصلا ما من قوم محمد صلى الله عليه وسلم، والقصة دي ما حصلت في عهد الإسلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما ثلاثة رهط في رواية ممن كان شنو قبلك. أها يكون الرد كيف؟ يعني قال لك ده شرع من قبلنا وشرع من قبلنا ليس شرعا لنا، وده الراجح. هات حلها كيف؟ ايوه امين. الله يفتح عليك. قال العلماء حكاية النبي عليه الصلاة والسلام لهذه القصة وإقراره لها دليل على أن الفقه الذي فيها يشمل هذه الأمة، مش كده؟ ده إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام.
عشان كده الإمام مسلم فيهم كده قال: باب قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال. طيب، وفي الآيات برضو: إننا آمنا واتبعنا الرسول فاكتبنا مع شاهدين، وآيات كثيرة جدا في الباب. طيب، النوع الثالث: التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، كما ورد في السنة في صحيح البخاري حديث أنس بن مالك أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسط السماء انتشرت ثم أمطرت، فلا والله ما رأينا الشمس ستا. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة الثانية ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب، فاستقبله قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشعر الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. طيب، ده توسل إلى الله سبحانه وتعالى بشنا يا جماعة؟ بدعاء الرجل الصالح. لكن يشترط أن الرجل الصالح يكون حي وحاضر، مش كده؟ لأنه أنت بتمشي تقول: لا، ادعوا لي الله. وابن تيمية قال: السلف ما كانوا بيكتروا من النوع ده، يعني زول ما يقول: يا أخي ادعوا لي الله، ادعوا لي الله، بس شغلته كله يقول للناس: ادعوا لي، ادعوا لي، وهو ما يدعو لنفسه. ده كان الكثرة منه كان مكروها عند السلف الصالح، وإن كان جائزا لكن بشرط عدم شنو يا جماعة؟ الكثرة من ذلك. وقلنا الشرط أن يكون الرجل الصالح ده حي وموجود. طيب، شبهة، ودي شبهة اللي هنجيب عليها وقفة طويلة شوية. نحن قلنا الرجل الصالح شنو؟ الحي. عندهم أثر بيوردوه، أوردوا حميدة في المناظرة بتاعتنا، أنا نسيت أرد عليه والله لحد ما طلعتها وسمعتها في اليوتيوب ذكرتها، كان جوطة وكده في سوق ستة، اللي هو عن العتبي، إنه في رجل أعرابي وجاء إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام وتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام واستشفع به وذكر الآية وقرأها، وبعد ذاك العتبي النبي صلى الله عليه وسلم جاءه في النوم وقال له: الحق بالأعرابي، فأخبره أن الله قد غفر له، إلى آخر القصة. وجدت بروايات كثيرة كده. نقرأ القصة ذاتها من تفسير ابن كثير في تفسير الآية الآية 64 من سورة النساء. طيب، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. الآية رقم 64. طيب، ابن كثير قال في الصفحة 449 من المجلد الثاني، الطبعة المحققة دي الطويلة الثمانية مجلدات، قال: وقد ذكر جماعة منهم الشيخ أبو نصر ابن الصباغ في كتابه الشامل الحكاية المشهورة عن العتبي، قال: كنت جالسا عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام، فجاء أعرابي فقال: السلام عليك يا رسول الله، سمعت الله يقول: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، وقد جئتك مستغفرا لذنبي مستشفعا بك إلى ربي. انتبهوا للأثر ده جيدا. ثم أنشأ يقول: يا خير من دفنت بالبقاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. ثم انصرف الأعرابي فقال العتبي: فغلبتني عيني، يعني نام، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال: يا عتبي، الحق الأعرابي فبشره أن الله قد غفر له، فبشره أن الله قد غفر له. هم ذا الشبهة اللي بيجيبوها ويدندنوا حولها. الأثر ده عنده رواية ثانية وفيه شبهة أقوى من ده، هم ما عارفينه،
نجيب ونرد على الشبهتين. جاء في القرطبي، جاء في القرطبي في نفس تفسير الآية، لكن جاء برواية عن علي بن أبي طالب، خلاص اللي هو القرطبي قال ده في المجلد الأول حسب الطبعة عندي، المهم بتفسير الآية بتاعت النساء الآية 64، وروى أبو صادق عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: قدم علينا أعرابي بعدما دفنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاثة أيام. علي بن أبي طالب قال يقول كده يعني، فرمى بنفسه على قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وحث على رأسه من ترابه، تراب القبر، فقال: قلت يا رسول الله فسمعنا قولك، ووعيت عن الله فوعينا عنك، وكان فيما أنزل الله عليك ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية، وقد ظلمت نفسي وجئتك تستغفر لي، فنودي من القبر أنه قد غفر لك، فنودي من القبر أنه قد غفر لك. طيب دي شبهتهم في هذه المسألة. طيب رواية ابن كثير، أول حاجة ابن كثير ساقها بغير إسناد، لو لاحظتم مش كده، وكذلك التي عند القرطبي برضو جاءت بغير شنو؟ بغير إسناد. طيب ولكن ذكرها البيهقي، دي رواية حقت ابن كثير، ذكرها البيهقي في شعب الإيمان، قال الشيخ محمد بشير السهسواني في كتاب صيانة الإنسان من وسوسة الشيخ دحلان، دحلان ده صوفي مجرم، رد عليه محمد بشير السهسواني في كتاب اسمه شنو يا جماعة؟ صيانة الإنسان، الصفحة 247، قال رواها البيهقي في شعب الإيمان ولكن بإسناد مظلم عن محمد ابن روح ابن يزيد البصري، حدثني أبو حرب الهلالي فذكر عن العتبي، دي الرواية جات عند ابن كثير الما فيها عن علي بن أبي طالب. طيب وأما رواية القرطبي التي عن علي بن أبي طالب رواها أبو الحسن علي بن إبراهيم ابن عبد الله ابن عبد الرحمن الكرخي عن علي بن محمد ابن علي، حدثنا أحمد ابن محمد ابن الهيثم الطائي، ركز لي على الهيثم الطائي ده لو ما قدرت تكتب الباقي، قال حدثني أبي عن أبيه عن سلمة ابن كهيل عن أبي صادق عن علي ابن أبي طالب فذكرها، دي الرواية جاد عن شنو يا جماعة؟ القرطبي. ديل كده جبنا الإسناد للرواية بتاعت ابن كثير وبتاعت القرطبي. طيب قال السهسواني والجواب أن هذا خبر منكر موضوع، خبر شنو يا جماعة؟ موضوع الهنا والهناك، وإسناده ظلمات بعضها فوق بعض. أما الرواية حقت القرطبي دي التي فيها الهيثم جد أحمد بن محمد بن الهيثم قال أظنه ابن عدي الطائي، اللي هو الهيثم ابن عدي الطائي، قال فإن يكن فهو متروك كذاب، وحنقرأ بعد شوية كلام الذهبي في ميزان الاعتدال عن الهيثم بن عدي الطائي ذاته، وإن لم يكن هو فهو مجهول، خلاص إذا كان ده كلام العلماء فيه جرحوه، إذا ما ده ما في مجهول، لا يعرف مجهول. طيب طيب نراجع ميزان الاعتدال الجزء الخامس الصفحة 76 في حرف الهاء، الجزء الخامس الصفحة 76، طيب قال الهيثم بن عدي الطائي قال الذهبي هو أبو عبد الرحمن المنبجي ثم الكوفي، قال البخاري ليس بثقة كان يكذب، البخاري قال عنه شنو يا جماعة؟ ليس بثقة كان يكذب، قال يعقوب بن محمد
حدثنا أبو عبد الرحمن من أهل منبج وأمه من سبي منبج سكتوا عنه، وروى عباس عن يحيى ليس بثقة، عن يحيى قال ليس بثقة، كان يكذب. وقال أبو داود عن الهيثم بن عدي الطائي كذاب. وقال النسائي وغيره متروك الحديث. قلت يعني الذهبي كان أخباريا علامة، وعلامة دي ما تغرك، هيجيك بعد شوية الكلام، يعني علامة بشنو؟ بالأخبار، يعني زي جريدة الدار، خلاص. كان أخباريا علامة، روى عن هشام ابن عروة وعبد الله بن عياش المنتوف ومجالد، قال ابن عدي وما أقل ما له من المسند إنما هو صاحب أخبار، تبت أخبار ساكت، أما المسانيد والأحاديث ما عنده فيها حاجة، ما أقل ما له من المسند. وقال ابن المديني هو أوثق من الواقدي ولا أرضاه في شيء. ومن مناكره حدثنا مجالد عن الشعبي عن عدي بن حاتم مرفوعا إذا أتاكم كريم قوم فأكرموه. طيب الصفحة 76 المجلد الخامس، لكن الرقم بتاع الرجال هنا بتاع الرجل 8794، 8794 لسه. طيب وقال الحارث ابن كلدة من بلغ الخمسين، يعني ده من مناكير الحديثة، فلا يقربن الحجامة ولا يأخذ الدواء إلا ما لا بد منه، إنه لا يصلح شيئا إلا أفسد غيره، وذكر له مناكير كثيرة. طيب قال عباس الدوري حدثنا بعض أصحابنا قال قالت جارية الهيثم ابن عدي، الجارية بتاعته، وجاريته دي بتكون من أخبر الناس به لأنه لصيق به، مش كده؟ قالت جارية الهيثم ابن عدي كان مولاي يقوم عامة الليل يصلي، ده الهيثم ابن عدي الطائي، الجارية بتاعته قالت كان يقوم عامة الليل يصلي، فإذا أصبح جلس يكذب زي البلاغين، بلاغين يوم مشينا بنقلة وصلنا الساعة 2 صباحا لقيناهم كلهم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، يصلوا للصبح، صلاة الصبح يجي يكذبوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا مررتم بالرياض الجنة فارتعوا، ما قال، حديث ضعيف، يقعدوا يكذبوا على الناس. طيب مات الهيثم سنة 720 عن 93 سنة، وحديثه يقع في جزء أبي الجهم إلى آخر. طيب بعض العلماء قالوا يمكن هو الهيثم الآخر اللي هو الهيثم ابن عبد الغفار الطائي، قالوا يمكن يكون ده. قال عنه الذهبي بصفحة 75 الصفحة اللي قبله طوالي، قال بصري مقل تالف، الهيثم ابن عبد الغفار الطائي، ما هو كلمة أهل مشان الاثنين الطائي، واحدين قالوا هو الهيثم ابن عدي الطائي، واحدين قالوا الهيثم ابن عبد الغفار الطائي، والاثنين منتهين ما نافعين. وشوف ذاته مصطلحات العلماء والسلف كان كيف، تالف وكذاب، هسه نقول العدس تالف الدنيا كلها تقوم. طيب مقل تالف. قال أحمد عرضت على ابن مهدي أحاديث الهيثم بن عبد الغفار، عرضت على ابن مهدي أحاديث الهيثم بن عبد الغفار الطائي عن همام بن يحيى وغيره، فقال هذا يضع الحديث، هذا يضع الحديث. وسألت الأقرع وكان صاحب حديث عن الهيثم فذكر نحوه، يعني قال شنو؟ هذا يضع الحديث. طيب وقال أحمد وسمعته هشيما يقول أدعو الله لأخينا عباد ابن العوام سمعته يقول كان يقدم علينا من البصرة رجل يقال له الهيثم ابن عبد الغفار الطائي، فحدثنا عن همام عن قتادة وأبيه وعن رجل يقال له الربيع بن حبيب وعن جماعة، وكنا معجبين به، فحدثنا بشيء أنكرته وارتبت به، ثم لقيته بعده فقال لي ذاك الحديث دعه، ليه؟ لأنه رواه منه الهيثم بن عبد الغفار الطائي. فقدمت على عبد الرحمن بن مهدي فعرضت عليه بعض حديثه فقال هذا رجل كذاب أو قال غير ثقة. قال أحمد ولقيت الأقرع بمكة فذكرت له بعض هذا فقال هذا حديث البري عن قتادة، يعني أحاديث همام. قال فخرقت حديثه وتركناها بعده، الله أعلم فخرقت دي
شرط الورقة فيها أو انتهى. المهم في النهاية ما قبل هذه الأحاديث، قال وتركناها بعد. طيب الألباني برضو تكلم عن الأثر ده، لكن يتكلم عنه في السلسلة الصحيحة، أرفع علينا في السلسلة الصحيحة تحت الحديث 2928 في السلسلة الصحيحة تحت الحديث 2928. طيب قال حكاية، الحديث 2928 ده صحيح اللي هو في سلسلة صحيحة، تحت جاب الحكاية دي. قال حكاية، حج أعرابي فلما جاء إلى باب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ راحلته فعلقها، ثم دخل المسجد حتى أتى القبر ووقف بحذاء وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال بأبي أنت وأمي يا رسول الله، جئتك مثقلا بالذنوب والخطايا، أستشفع بك على ربك، لأنه قال في محكم كتابه ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. ثم أقبل في عرض الناس وهو يقول يا خير من دفنت في الترب، في الترب أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الجود والكرم. قال الألباني فائدة، هذه الحكاية منكرة ظاهرة النكارة، وحسبك أنها تعود إلى أعرابي مجهول الهوية كده. خلي موضوع الإسناد، قول الإسناد ذاته لحد الأعرابي ده صحيح، الأعرابي ده شنو ذاته وكيف وفعله ده، هل هو حجة لنا في الشرع ولا نحن الحجة عندنا الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أعرابي ما معروف اسمه، محمد ود أحمد جاء ضل، المهم أعرابي جاء طاير وقع في القبر وقال الكلام ده، هل نحن مكلفين نتابع الكتاب والسنة ولا الأعرابي ده؟ بس ده الموضوع. شفت لو الإسناد صحيح من ألفه إلى يائه لما كانت هذه الحكاية حجة أبدا، لا من قريب ولا من بعيد، لأنه ده أعرابي سوى كده، لا الله قال، لا الرسول صلى الله عليه وسلم قال، وده فهموا للآية وفهموا ده باطل. بعد شوية حنجيب الآية ذاتها تدل على بطلان الكلام ده، نفس الآية بعد شوية حنجي للمسألة. طيب قال منكرة ظاهرة النكارة، وحسبك أنها تعود إلى عربي مجهول الهوية، وقد ذكرها مع الأسف، ده الألباني قال كده، الحافظ ابن كثير عند تفسيره لهذه الآية، وتلقفها منه كثير من أهل الأهواء والمبتدعة مثل الشيخ الصابوني، صابوني بتاع مختصر تفسير ابن كثير ده الهسع، ما له صابوني بتاع عقيدة السلف أصحاب الحديث، لا لا الهسع المجرم ده. فذكر ايوه عقيدته دايره صابونه. قال فذكر برمتها في مختصره الجزء كده الصفحه كده، وفيها زياده في اخرها، ثم انصرف الاعرابي فغلبتني عيني فرايت النبي صلى الله عليه وسلم في النوم، فقال يا عتبي الحق الاعرابي فبشره ان الله قد غفر له. قال الالباني وهي في ابن كثير غير معزوه لاحد من المعروفين من اهل الحديث، دي معلومات انت تستفيد منها. مقصود لو يقول قال الألباني ما بيقبل، صح ولا ما صح؟ لكن الألباني أداك معلومات أغلى من الذهب، بترد بها على الصوفي بدون ما تقول له الألباني قال ولا ما قال. أول حاجة قول له الأعرابي ده ربنا قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. مجاهد بن جبر قال الرد إلى الله إلى الكتاب، والرد إلى الرسول إلى شنو يا جماعة؟ السنة. ما قال أعرابي، صح ولا ما صح؟ بس ده الموضوع منتهي. ومشكلتنا الكبيرة مش الإسناد للأعرابي ده صح ولا للعتبي صح ولا غلط، دي ما المشكلة الكبيرة، المشكلة إنه لو صح الإسناد ذاته نحن ما مكلفين بمتابعة هذا الأعرابي. ليه؟ لأنه خالف الكتاب والسنة، والأدلة حجيك بعد شوية لمخالفته للكتاب والسنة. إذا هو عمل كده هو ما عمل، والقصة ذاتها مكذوبة أصلا ما حصلت، لكن لو عمل ولو صحت القصة لما كانت حجة أبدا. طيب قال الألباني وهي في ابن كثير غير معزوة لأحد من المعروفين من أهل الحديث، بل علقها ابن كثير على العتبي، العتبي ذاته قال وهو غير معروف إلا في هذه الحكاية. يعني دي برضو معلومة تانية، تقول له صوفي هاك طلع عليه العتبي ده منه،
منو الوثق من هذا الحديث؟ العود بذاته خلي الاعرابي. العود بالحلم في النوم والروى القصه شاف الاعرابي وحلم الرسول جاء في النوم قال انا غفرت، قال ربنا غفر للاعرابي امشي بشره. هاك وريني العود بذاته ساكن وين؟ مبدا سوق ليبيا ساكن وين ولا كيف؟ العود بذاته قال لك ما معروف الا في الحكايه دي بس، ده الالباني قال كده. ويمكن قال يمكن قال ان يكون هو ايوب الهلالي في اسناد البيهقي. وايوب الهلالي في اسناد البيهقي قالوا عنه قبل اسناد ماله مظلم. ايوب الهلالي في اسناد البيهقي هو ذاته غير معروف، عشان كده الالباني هنا ما ذكر لك عنه اي حاجه، لكن قال لك ده ربما يكون في اسناد البيهقي لنفس القصه الاسناد اللي ذكرناه قبل في اللي هي شنو؟ الاسناد اللي جابوه للحكايه اللي وردت في ابن كثير وليس في القرطبي. طيب قال الالباني وهي حكايه مستنكره بل باطله. ليه؟ لمخالفتها الكتاب والسنه، ولذلك يلهج بها المبتدعه لانها تجيز الاستغاثه بالنبي صلى الله عليه وسلم وطلب الشفاعه منه بعد وفاته، وهذا من ابطل الباطل كما هو معلوم. وقد تولى بيان ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه في كتابه وبخاصه في التوسل والوسيله، وقد تعرض لحكايه العتب هذه بالانكار، فليراجعه من شاء المزيد من المعرفه والعلم. طيب اول حاجه نمره واحد، العتب ذاته شنو يا جماعه؟ مجهول. والقصه كلها حقت ابن كثير وحقت القرطبي كلها شنو؟ كلها باطله وما صحيحه، وابن كثير نقلها بدون سند، والقرطبي نقلها بدون سند. طيب في شبهه؟ هم بيقولوا لك نقل العلماء، دي شبهة الصوفية كده، نقل العلماء لها، يقول لك عرفناها خلاص ما في اسناد والاسناد مظلم الى اخره، لكن العلماء نقلوها قالوا نقل العلماء لها يدل على استحسانهم لها. قال محمد داوود الصوفي، اسمه منو؟ احمد داوود الصوفي، قال واستحسان العلماء من ادلة الشريعة. كذاب، جيب الدليل من الكتاب والسنة انه عالم بس لا رسول لا صحابي استحسن له حاجه بقى دليل نص شرعي، جيبه. في دليل على الكلام ده؟ بس تسأله من الدليل، ما في دليل. والدليل على بطلان هذا الكلام فإن تنازعتم في شيء فردوه وين؟ إلى الله والرسول، انتهى. ما قال إلى استحسان شنو يا جماعة؟ العلماء، إلى الله والرسول، الله قال كده سبحانه وتعالى. طيب والآيات في هذا الباب. طيب وكذلك الأحاديث. والنبي عليه الصلاة والسلام قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى آخره. طيب القصة دي باطلة بعد ما عرفناها سندا، باطلة متنا. متنا باطلة ليه؟ لأنه أول حاجة الأعرابي جاء وقال أستشفع بك على ربك. وما معنى أستشفع؟ وما معنى أستشفع في اللغة؟ ده مختار الصحاح للرازي. نشوف أستشفع دي يعني شنو. قال في الصفحة رقم 291 وأستشفعه، قال الشفاعة والشافع الشاة التي معها ولدها. قال وأستشفعه إلى فلان، واستشفعه إلى فلان سأله أن يشفع له إلي. هنا قال أستشفع بك على شنو؟ ربك، يعني أسألك يا رسول الله، والرسول ميت في القبر، أسألك أنت إنك تعمل شنو؟ تشفع لي عند الله. فيبقى الأعرابي أول حاجة سأل الرسول من دون الله، عشان كده الألباني قال هنا شنو؟ قال هي من أبطل الباطل لأنها تجيز الاستغاثة بالنبي. شوف فهم الألباني كيف من كلمة أستشفع، لانه استشفع دي معناته الاعرابي ده اشرك بالله. وهل الشفاعه تطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم ولا تطلب من الله؟ من الله. الدليل شنو؟ ربنا قال قل لله الشفاعه جميعا، وهذه الايه قال الله عز وجل قل لله الشفاعه. قدم الله عز وجل الجار والمجرور، لام الجر ولفظ الجلاله في محل جر، لله. والجار والمجرور بيكون وين؟ في مؤخرة الجملة، ولكن العرب من بلاغتها وفصاحتها كانوا يجيبوه في البداية أحيانا لإفادة أسلوب الحصر. فحصر الله عز وجل في هذه الآية
قل لله الشفاعة جميعا، حصر الشفاعة عنده تبارك وتعالى، وأكد ذلك بقوله جل وعلا جميعا جميعا. فمن طلب الشفاعة بعد هذا البيان الواضح من غير الله كفر بالله، كمن طلب إنزال المطر من غير الله كفر بالله، وكمن طلب إنجاب الولد والذرية من غير الله فهو كافر بالله، وكذلك من طلب الشفاعة من غير الله ومن الموتى، كما نقل أن هذا الأعرابي طلب الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام بعد وفاته وفي قبره، هذا شرك وكفر بالله، لأن ربنا قال وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. فلا يمكن القصة دي تكون حجة في الدين أبدا من متنها بس. طيب، كذلك الآية ذات تفسير لا يحتمل صحة الأثر هذا، لأنه الأعرابي ذاته إذا قلنا صحيح ذات خالف الآية القرآن. طيب، نجيب تفسير الآية في فتح القدير للشوكاني عند تفسير هذه الآية من سورة النساء. بعدين شوف الآية دي ذاتها كده، قبل ما نشوف تفسيرها، هي ذاتها جت في سياق آيات كلها تدل إنه الكلام ده في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. شوف الآيات من البداية، ألم ترى، يا جماعة الموبايلات دي عملوها صامت، ألم ترى إلى الذين يزعمون، ألم ترى، ده خطاب لمن يا جماعة؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. ألم ترى يا محمد يا رسول الله إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. دي الآية رقم 60، البعدية طوال 61. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول، إلى ما أنزل الله القرآن والسنة، وإلى الرسول، ده الرسول قاعد بنصرهم، وإلى في حياته، وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، يصدون عنك يعني عن التحاكم إليك وعن الإتيان إليك للتحاكم بينهم، لأن الآيات ذاتها عندها سبب نزول، ذكر فيها أربع أسباب نزول حنذكره بعد شوية زي ما ذكر ابن الجوزي في تفسيره بعد شوية حنقرأه برضه. طيب، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك، معناته ده في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم. يا رسول الله، يا محمد، ربنا يأمر النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي فأعرض عنهم، معناته ده كله في حياة النبي صلى الله عليه وسلم مش بعد وفاته، فأعرض عنهم. طيب، وعظهم، هل ده ممكن يكون بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وعظهم دي هل ممكن تكون بعد وفاته يا جماعة؟ وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. دي الآية 63، بعدها طوال الآية نحن واقفين عندها، ربنا قال وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. يبقى فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول في شنو يا جماعة؟ في حياته. طيب، وعرفنا كيف في حياته، شوف هنا قال شنو؟ قال الشوكاني، قال فاستغفروا الله أي لذنوبهم وتضرعوا إليك حتى قمت شفيعا لهم فاستغفرت لهم، حتى قمت شفيعا لهم فاستغفرت لهم، خلاص ده معنى الآية. طيب، بعدك الآية البعدية طوالي، ربنا قال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. شوف ابن الجوزي قال في زاد المسير في علم التفسير في الآية قال شنو. طيب، قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، يرجع إلى المتحاكمين اللذين سبق ذكرهما. ولو أنهم، الضمير ده راجع لمنه؟ قال يرجع إلى المتحاكمين اللذين سبق ذكرهما. وينهم ديل؟ يلا نرجع،
نرجع للمتحاكمين ديل من القصة من البداية. ذكر فيهم ابن الجوزي أربع أقوال. قال من البداية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك الآيات. قال في سبب نزولها أربعة أقوال، أحدها أنها نزلت في رجل من المنافقين. اسمع كلام ده كويس وافهمه كويس. كان بينه وبين يهودي خصومة، فقال اليهودي: انطلق بنا إلى محمد. وقال المنافق: بل إلى كعب بن الأشرف. فأبى اليهودي فأتيا النبي صلى الله عليه وسلم فقضى لليهودي، فلما خرجا قال المنافق: ننطلق إلى عمر بن الخطاب. فأقبلا عليه فقصا عليه القصة، فقال رويدا: حتى أخرج إليكما. فدخل البيت فاشتمل على السيف، ثم خرج فضرب به عنق المنافق حتى برد، وقال: هكذا أقضي بين من لم يرضى بقضاء الله ورسوله. فنزلت هذه الآية، رواه أبو صالح عن ابن عباس. والثاني، سبب الثاني، أن أبا بردة الأسلمي كان كاهنا يقضي بين اليهود، فتنافر إليه ناس من المسلمين فنزلت هذه الآية، رواه عكرمة عن ابن عباس. الثالث، أن يهوديا ومنافقا كان بينهما خصومة، فدعا اليهودي المنافق إلى الآية، رواه عكرمة عن إلى فدعا اليهودي المنافق إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يأخذ الرشوة، ودعا المنافق إلى حكامهم لأنهم يأخذون الرشوة. فلما اختلفا اجتمعا أن يحكما كاهنا فنزلت الآية، وهذا قول الشعبي. الرابع، أن رجلا من بني النضير، نزان جا وقته جاء أزل. الرابع، السبب الرابع والأخير، أن رجلا من بني النضير قتل رجلا من بني قريظة فاختصموا، فقال المنافقون، إلى آخر القصة. يعني الأربعة أسباب نزول كانت كل سبب في شنو؟ في نفرين. هنا في النهاية قال: ولو أنهم، شوف الكلام ده مهم جدا، قال: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم، الآية يرجع إلى المتحاكمين اللذين سبق ذكرهما. طيب المتحاكمين الاثنين ديل على الأقوال الأربعة بتاعت النزول، كان في زمن منه النبي عليه الصلاة والسلام. إذن ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول، واستغفر لهم الرسول دي في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. عرفنا جماعة الكلام ده جماعة؟ طيب بدليل الآية نفسها، ربنا قال: واستغفر لهم الرسول. وهو مات استغفر لك كيف؟ عرفت كلامي؟ وهو مات استغفر لك كيف؟ لا شك أن هذا في حال حياته كما هو في سياق الآيات كلها كما ذكرنا. قلت شنو يا بكري؟ أخونا أبو بكر قال إذ، وإذ دي للزمان الحالي، أيت والله أعلم، أنا ما أدري. أخونا شيخ أبو بكر يستدرك علينا، قال تبويب الحديث، التبويب ذكرنا قبل باب حديث قصة أصحاب الغار الثلاثة والتوسل بصالح الأعمال، قال: لعل تبويب الحديث صحيح مسلم من وضع النووي وليس من وضع الإمام مسلم. صحيح، أنه أصلا الوضع التبويب هو الإمام النووي، ونحن اختلط علينا الأمر. طيب كده يا جماعة واضح إنه شنو يا جماعة؟ إنه الموضوع ده كله كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن التوسل إلى الله عز وجل يكون بدعاء الرجل الصالح، يا تو يا جماعة الحي الحاضر، تقول لي أدعو لي الله معك. طيب شبهة، كيف نعرف صالح؟ دي شبهة، كيف نعرف صالح؟ الجواب: لا يجوز أن تقطع بصلاحه. زول موجود الآن ما يجوز تقطع تقول ده صالح قطع شك، ما يجوز. لما جاء في صحيح مسلم بالمعنى أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن كنت لابد فاعلا، يعني مادحا أخاك، لا محالة، فلتقل: أحسبه كذا والله حسيبه ولا يزكى على الله أحد. إذن يجوز لي أن أحسب أن فلانا صالحا، ولكن لا يجوز لي أن أقطع. فالتوسل بدعاء الرجل الصالح الحي، أي بدعاء الرجل الذي نحسبه صالحا، الذي نتوسم فيه الصلاح ونحسب فيه الصلاح. ده المعنى بتاع الكلام كده، وليس المعنى أنه نقطع بصلاح زول. نعم. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. أيضا صاحب الرد على السبكي الإمام محمد المقدسي الحنبلي أيضا تكلم في الصفحة
تكلم عن هذا الأثر وأبطله في هذا الكتاب. بس إن شاء الله أذكر الصفحة. نعم الصفحة 800 من 806 وإنت ماشي لحد 810 700 عفوا من 706 لحد 710. ضعف برضو القصة بتاعت الأعرابي دي بجميع أسانيدها وقال باطلة ومكذوبة وإسنادة مظلم وتكلم عنها كلام شديد جدا. الصارم المنكي في الرد على السبكي. طيب في سؤال يا جماعة؟ نعم. نعم. ذكروا الشيخ ابن عثيمين. علي صوتك بس الناس يسمعوا. مويل ابن عثيمين يعني ذكر الفائدة اللغوية دي في تفسير الآية النساء. نعم. ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم فقال إذا الشرطية الدالة على الماضي. قال لو كانت الآية ولو أنهم إذا ظلموا أنفسهم قال يحتمل إنه يكون للماضي وللمستقبل. نعم. لكن قال ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوا. فقال إذا الشرطية الدالة على الماضي. فهذه فائدة. جزاك الله خير للفائدة. جزاكم الله خير. أخونا شيخ محي الدين قال ذكر الشيخ ابن عثيمين. طيب كيف يعني بدعة؟ يقول لك يعني مثلا الرسول أصلا وجدوا يقول الكلام ده. وجد منه؟ يعني زي مثلا اسم الله العظيم. أيوه. يقول لك يعني الرسول وجدوا يقول الكلام ده ما أمره. فده زي هو يعني لا لا السنة ما هي سنة قولية وفعلية وتقريرية. دي من السنة التقريرية. النبي صلى الله عليه وسلم لقى الرجل ده بيدعو بسم الله الأعظم وأقراه الوحي صور جاء وبين إنه ده اسم الله الأعظم. النبي صلى الله عليه وسلم نطق قال للناس ده اسم الله الأعظم كما جاء الوحي لأن ربنا قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلو ما كان النبي عليه الصلاة والسلام أقراه لما كان السنة. خلاص مثل قراءة آية الكرسي عند النوم. الشيطان لما قال لأبو هريرة دعني وأعلمك آية الكرسي إذا قرأت عند النوم لا يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. مش كده؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال صدقك وهو كذب. فلو ما حصل الإقرار ذا ما كان يكون قراية آية الكرسي عند النوم من السنة رغم إنها من القرآن لكن ما كان نقرأ عند النوم إلا جاء إقرار من النبي عليه الصلاة والسلام. في فائدة أنا نسيتها مهمة وهي إبطال أيضا هذه القصة عن الأعرابي بالسنة. النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا. ده حديث علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع لما كان قاعد وجاء أعرابي دخل في فرجة كانت عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام وكان هذا الأعرابي يدعو الله وهذا الرجل يدعو الله مش يدعو النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي بالرجل جيبوا لما جابوا له قال لا تفعل نهاه. فإني سمعت أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تجعلوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا وصلوا علي فإن تسليمكم يبلغني حيث كنتم. فشوف طوال نهاو تدعو الله هنا تعتقد أن الدعاء هنا مستجاب نهاو. وكذا الإمام مالك نقله عنه ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم في نهاية الكتاب في اقتضاء الصراط المستقيم. ونقله أيضا صاحب الصارم المنكي أيضا هنا عن الإمام مالك أنه كره ونهى أن يدعو الإنسان الله عند قبر النبي عليه الصلاة والسلام. قال وإنما السنة أن يسلم وينصرف الله ما تدعو هناك كرهه الإمام مالك. ونقل عن أبي حنيفة أيضا في هذا الكتاب الصارم المنكي في الرد على السبكي فكره الإمام مالك أن يدعو الإنسان الله عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فكيف يجوز أن الأعرابي يجي يدعو الرسول ويخلي الله ونمسك لنا قصة زي دي نستدل بها وهي تعارض صريح القرآن وصريح السنة. أيضا مما يبطل هذه القصة ما رواه مالك بإسناد صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري
وثنا يعبد اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وثن يعبد دل على أن القبر إذا عبد من دون الله وإذا دعي صاحبه من دون الله صار وثنا. والأعرابي دعا منه؟ دعا الرسول صلى الله عليه وسلم فجعله وثنا. وقد دعا النبي عليه الصلاة والسلام قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. خلاص اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحين مساجد. وفي قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد أدل دليل على بطلان هذه القصة، لأنه قالوا القصة دي علي بن أبي طالب والصحابة شافوا الأعراب ده وقروه خلوه مش كده. والرسول قبيل دعا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، ما يكون وثن يعبد. الصحابة يشوفوه ويقروه معناته القبر صار شنو يا جماعة؟ وثن. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، إذن الكلام ده ما حصل، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم دعا قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، فحفظ الله قبره من أن يعبد وأن يكون وثنا يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وأيضا في إبطال هذه القصة حديث عائشة بالصحيحين، قال النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة وده الشاهد يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي، وفي رواية خشي، غير أنه خشي يعني الرسول خشي أن يتخذ مسجدا. السلف قالوا وكل مكان قصدت فيه الصلاة فقد صار مسجدا وإن لم يبنى مسجد، لأنه كلمة مسجد من السجود من العبادة، فأي مكان قصد للعبادة يسمى مسجد. بدليل الحديث نفسه النبي قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم شنو؟ مساجد. هل اليهود والنصارى عندهم مساجد؟ ولا عندهم كنائس وبيع؟ كنائس وبيع، لكن الرسول هنا سمى حقة اليهود والنصارى سماها مساجد. وأنا سمعت الإزيرق بيبطل الحديث، قال الحديث باطل، قال لأنه اليهود والنصارى ما عندهم مساجد، هو ما فاهم بليد. ليه؟ لأنه كلمة مساجد السلف قالوا كل موضع قصدت الصلاة والعبادة فيه سمي مسجدا وإن لم يبنى مسجد. طالما اليهود والنصارى بيعبدوا الله بطريقتهم الباطلة في الأمكنة ديك، عشان كده النبي سماه يا جماعة مساجد، لأنه كلمة مساجد مسجد من السجود ومن العبادة، كان بعد ذاك العبادة دي صح، العبادة دي غلط تسمى مساجد. فعائشة قالت يحذر ما صنع ولولا ذلك لأبرز قبره، دي من الأسباب الخلى يعني الرب يعني من الأسباب الخلى الصحابة دفنوا بها النبي صلى الله عليه وسلم داخل حجرة عائشة. والحديث بتاع أبو بكر الصديق إن الله لم يقبض نبيا إلا في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه، وجاء بروايات. خلاص فقالت لولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي الرسول خشي أن يتخذ مسجد. كيف مسجد؟ ناس يجي يدعو من دون الله ويتوكلوا عليه من دون الله ويتبركوا بالتراب زي ما فعل العرابي ده في راسه، ودعا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله. فلا شك إنه كل الأفعال بتاعت العرابي دي ولو حصلت منه أو من غيره باطلة. أبطل منه يا جماعة؟ أبطل الرسول عليه الصلاة والسلام لما قال لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد. قالت عائشة يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا. فكيف نستجيب؟ بما صنع الأعرابي، والنبي يحذر ما صنعوا ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا، وغير من الأحاديث في هذا المعنى وفي هذا الباب. والله تعالى أعلم وأحكم. نعم. قال بيستدلوا على الذكر المفرد بأنه بلال بن رباح لما كان يعذب كان بيقول أحد أحد، قالوا أحد أحد دليل على الذكر المفرد. أول حاجة القصة دي لو صحت في عندها تمامة، قال مر النبي، دي تمامة كده في كتب السيرة، مر النبي عليه الصلاة والسلام ببلال وهو يعذب على الرمضاء خط له صخرة وهو يقول أحد أحد، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فسر له أحد أحد،
مش قاصد بذكر المفرد. الرسول فسره قال احد يعني الله ينجيك. قال بلال بن رباح قاصد باحد شنو؟ الله ينجيك. شفت كيف؟ ومشى النبي صلى الله عليه وسلم لقى ابو بكر الصديق قال يا ابا بكر ان بلالا يعذب وسكت. وده فيه فائده والله اعلم انه لو زول عنده مال وكذا وكذا يعني الناس ما تتلعوا كثير. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بس قال اشار لابو بكر كده قال له ان بلالا يعذب وسكت. فقال فقام ابو بكر وذهب واشتراه باضعاف اضعاف اضعاف بمال كثير واعتقه في سبيل الله سبحانه وتعالى. فيهم قصد النبي عليه الصلاه والسلام بس اشار قال له ان بلالا يعذب. وكان يقول من يشتري بئر اروما وهو رفيقي في الجنه ويسكت، مع انه عارف انه ذاك عنده مال وذاك عنده وذاك ما عنده، بيطلق لهم كده. بعد ذاك اللي عنده استطاعه وقدره بيقوم شنو يقول انا يا رسول الله الى اخره. طيب فقال احد يعني الله ينجيك، ده القصد بلال بالكلمه دي مش قاصد ذكر مفرد، انما كان ده دعاء من بلال رضي الله تعالى عنه وارضاه، ويسال الله عز وجل الواحد الاحد ان ينجيه. الله تعالى اعلم واحكم. نعم نعم نعم. بعدين النبي عليه الصلاه والسلام ميت ما يستغفر لك وهو ميت خلاص، ولا يرد عليك ابدا وهو ميت. ليه؟ لا، للحديث عند ابي داود باسناد حسنه الالباني، قال الالباني حسن. من روايه ابي هريره قال النبي عليه الصلاه والسلام ما من مسلم، دي في غير ابي داود، وفي ابي داود ما من احد يسلم علي إلا رد الله علي روحي فأرد عليه السلام. يعني ربنا يرد لنبي صلى الله عليه وسلم روحه في حالة شنو يا جماعة؟ السلام، في حالة السلام. أما ده جاي يطلب الشفاعة وجاي الرسول يستغفر له، ده كله ما عنده أي قضية يعني بالشرع ولا بالحق أبدا، لا بالكتاب والسنة. أيوة أيوة. يوجد شنو؟ قال هل يوجد تعارض في الكتاب والسنة؟ ما يوجد. العلماء قالوا لا توجد آية تعارض آية إلا يكون في ناسخ ومنسوخ، ولا يوجد حديث صحيح يعارض حديث صحيح إلا يكون واحد شنو يا جماعة؟ ضعيف. ولا توجد آية تعارض حديث صحيح أبدا، لأن ربنا قال ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الصلاة جاءت يا جماعة؟ فضل ثلاث دقائق جاءت خلاص. هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه. نواصل بكرة إن شاء الله. وصية القحطاني. بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.